سبحانه وتعالى والملائكة للسماء الدنيا ويقرب أكثر يا رب وأكبر. يا رب الله لا يحرمنا ولا يحرمكم ما على آمين. المسلمين صعب آمين. بمشيئة الله بتختم بمشيئة الله الخير بالخير يا رجال أشتري أهل الخير بالخير يا رب هذه ليلة فضيلة وإن شاء الله ينتهي الخير ما عليه لا يضيع الخير ما يضيع عنده بإذن الله بإذن الله سعد الله مساكم جميعا الله يسعدك الآن جاني اتصال من الشيخ سعد بن متعب المتعب ونعم ويقول الأول من لعاتهم ما يخليها كفو الربع دارة لهم عادة طيبة في تكفير الديات عند سبيع ونعم في كل مناسبة حاضرين ومشاركين والليلة طلب أخوي الشيخ سعد بن متعب المتعب نيابة على المتعب المداخلة يا مرحبا يا مرحبا الله يبقيك يا مرحبا ومسهلا حياك الله تحية المطر أول شيء الله يصبحكم كل خير ويجعل ما تقومون به في ميزان حسناتكم الله يبارك وياك يا نشمي كم باقي على الدين على شو اسمه على الوقف حنا وصلنا 15 مليون وباقي مليون ويكتمل 16 مليون وقف اليتيم الله. بمحافظة رنيا الله يجعل ما نقوم به نحن وأنتم في ميزان حسنات ويجعل خالص الوجه الكريم قفلوه الله يكتب اللي فيه رقم 14 اللي نختمه خلال 3 سنوات كفو 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 ومثل هالأوقاف هي اللي تستاهل الواحد يفخر فيها في مجال التواصل الاجتماعي كله يا رب لك حنا نتعب ونسعى وأهل الخير ما يقصرون لكن اللي عند الله ما يضيع هي كلها تواصل اجتماعي يوم يومين شهر شهرين وينتهي بيض الله وجه الداعم المتعب السبيعي وله غريب عليكم يلغى بيع جزاكم الله خير وارحم الله والديكم وجزا الله خير كل من شارك وساهم معي آمين. يا رب لك الحمد والشكر ويعوضها فيما صرفوا ويكرمنا حنا وياهم بالجنة يا اخوان اولا نشكر الله سبحانه وتعالى نشكر الله سبحانه وتعالى الذي اتمه لنا هذه الليلة المباركة ثم نشكر اخونا غازي ونشكر متابعينا الكرام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزي لهم الاجر وأن يجعل ما قدموه في موازين حسناتهم كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدموه حاجبا لهم عن النار وأن يعتق رقابهم من النار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضهم بما قدموا الكثير والكثير والكثير من كان منهم مهموما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل همه ومن كان منهم مغموما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف غمه ومن كان منهم في ضيقة من الرزق نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصب عليه الخير صبا هذا ضيفنا الحين اكتمل 100% يدخل بس 100% ونودعه بالدموع الغالية الله يجزاكم خير يا أهل الخير ويرحم والديك ويبيض وجيهكم روح يا رمزي روح مبروك مبروك استاهل الله يجزاك خير يرحم والدينك وانت من الناس اللي ساهموا وحثوا سلمنا على هالرنيا الله يضيع اجرك ربعك الاطراف السلام الكثير كلمه من بشوق الله يجزاكم خير ويبيض وجيهكم ويكتب لكم الاجر والمثوب الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يلا يا شباب شيلوا شيلوا يا عيال يلا يا عيال الصوت سوف يفنينا وصلوا لا يطيح
الحمد والشكر. اللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله الله لا يزيل. الحمد لله. هذا بفضل الله. كم فضلك. الحمد لله يا محسن بيض الله وجيه جميع متابعين غازي. 25 مليون ثلاثة أوقاف قفلها رمضان هذا. اللهم لك الحمد ويجعلها في ميزان حسنات وميزان حسنات غازي. ثلاثة ضيوف ضيوف الله عز وجل وخلقه الطيبين جونا وشرفونا. أول شيء إفطار الصائم وكملناه بأربعة ونص، أربعة مليون ونص خلال خمسة أيام. ثم بعدين دخلنا في وقف القرآن الكريم اللي عظيم عند الله عز وجل، وفي ثمانية أيام ختمنا خمسة مليون. واليوم وقف اليتيم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو كان في اليتيم كهاتين في الجنة، ختمناه في تسعة أيام ب 16 مليون. يا رب الله يجزاك خير، هذه موازين حسناتك. اللهم الله يكتب اجركم، الله يتم عليك على خير. عادتهم طيبة ما يخليها، ما يجينا ضيف هنا ويسير علينا في بيت ربيع بن غانم إلا أهل الخير يثقون فينا ويتختم ويطلع مكملت المواجب كله. كافر الدنيا ودين. يا بعد راسي يا بعد الله يسعدك يا أبو مشروف. والله لا تكلم، استاهل أبو مشروف. فايزين بها دنيا ودين. والله ماني بقولها، والله ماني بقولها مجامله ولا كذب ولا رياء بمنى راشد. نقول ان شاء الله شهاده لله في عنا في اخر الليل وفي ليله 27 نقول هو انا صادق انها جامعين دين ودين. يا جماعه والله الشريف انه من اطلق الرجال اللي قابلتهم في حياتي. قسما بالله اني يتعني جاي من رنيا متعني. يا جماعه والله ما له لا ريال ولا نص ريال في الهواء. والله انه طلع معي الرياض وجاء ما له ولا نص ريال. عند الله، عند الله ان شاء الله. والله يجعل هذا هو اللي بيبقى ولا الباقي الا هالجنه ان شاء الله. الله يجعل الله.